خليهم هذا اذا يريدوا ينظروا للدرس ما اشكال لا يعادوهم خليهم ينظروا. على ليش على؟ اتركوهم. ليش على؟ خليهم ينظروا للدرس ما في مشكله. لكم قبول يا لا نحن الان هؤلاء الصغار. هل الصحيح ان نمنعهم عن المساجد او نجعلهم يدخل المساجد بالادب؟ يدخلون بالادب. لا لا اسالهم انت. اكيد يعني يقول لك دي قوه ادب مسجد ادب مسجد نقول رجل هو مسجد مره عشان برود الرجل. هذا الصغير اذا كبر انت تريد يدخل المسجد، اذا من الان عودوا على المسجد بالادب. لا ما تقول اذا قلت مسجد ثاني يلقى يوارى انك انت عبد الحياه غير مسلم. حتى لو كان هو غير مسلم يدخل ينظر الى ما عليه اهل الاسلام. ودول اللي مسلمات ولا باقي لم يفد اللي المسجد ربي سيدي وادبهم قرؤوا جندوا قبا. اذا تادب الصغير في المسجد يبقى في المسجد. نامني مسلمة نامني تقوم مسجد آدم مسجد خيسنت لما هبا أخي كد آدم. وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بخاري بابا تقال في ربط الأسير الكافر في المسجد. المان كافر دولا مسجد تهيب خيسنت بابا كان. أنتم الآن دعاة إلى الله. إذن بلا أما ولا قرر ربي تلما يموت تجروا في بيته. فالكفار ينظر إلى هذا التعامل الذي يكون منكم لهم. كافر وديك سلالة جربوا إيمانا ما في قرارة أكم قبوان جاء مسلالة رحمة قبري من قبري. أنا أسأل على الدعوة السلفية. أنا سنين دعوة. هل الدعوة السلفية أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون أو ينقصون؟ الدعوة جلس على طول هذه الكمامات، الدعوة جلس على مصالح الكمامات. دعوة أتباع بيوتات إذا أدري ومهندات ديما. هرقل سأل أبو سفيان رضي الله عنه. هرقل أبو سفيان جابته. عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي محمد جابته. قال هل يزيدون؟ جميل إذا أدري ومدرمه. قال نعم. إذا أدري ومدرمه. إذا لابد أننا نزيد. إذا هرقلت نمني خلاص لفتوتا ندم إذا أدري ومصاب. لابد أن ندعو الناس إلى السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. نتكرم بمحمد رضي الله عنه، أكاد أصحاب رضي الله عنه، إنما يامر أبدا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس الطريقة السلفية في أننا نخرج الناس، لا نريد نجمع الناس على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. نتكرم بمحمد وأن بمحمد أصحاب رضي الله عنه، إنما ولك أبوها. ولهذا قلنا لكم الآن لابد من الدعوة، لابد أن ندعو إلى هذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أبوك على نبي تنمى أبدا نبي سنو في لأن هذا الذي يكون من أهل الباطل، إذا أنت لم تبدأ دعوة هذا إلى الحق هو دعاك إلى الباطل. أكيد أبدا الحق أنت نمى يا أبدا إني مدر باطلات يا مدر كما. ثم كثير ممن هو معنا هنا كان على الباطل. لم يجدوك الوجود وخباطل رجلنا. وكان يتمنى أحد يدعوه إلى طريقة السلف الصالح. أما لم يدعوك أي خلاف طريقة سلف الصالح ولا تيام برمان. لا تتكبر، طالب العلم لا يتكبر. طالب العلم قال تيجا يمر ويقولنا لا. لكن انتبه، احذر كل الحذر من أن تأتي إلى أهل الباطل وهم يغيروا فيك. إذا كان يغيروا فيك وأنت تخاف لا تقرب من أهل الباطل. أتي يؤتي لها التيخ الموغة التيخ جاب الجير وزدي جاب خسج الجير أن تأتي لما فضاته. لكن إذا تستطيع أن تغير ولا تتغير لابد أن تدعو. أما يؤتي أن يأتينا من الجير أبدا لم ننجي الجير أنواة خلا طريقة سلطة على تنمو الجير دعوة قبل دعوانات اليابان. طيب هذا الذي أخذنا بالأمس، وأخذنا أيضا القسم الثالث أهمية التوحيد وسبب دراسة التوحيد. خليلا سبب توحيدا في برمات سما توحيدا على ليتر والمتخلق أبنين. نعم. القسم الرابع ما هو؟ قولني أبرفا وأني متخلق أقسام شلن سليبا قراني ما لي من التمام. ما هو القسم الرابع؟ شرح أسئلة القوم. نعم. دافيد إبسا دافيد أبيد وني خليه أراد. اترك الكتابة يا شيخ اترك. قل لهم لا أحد يكتب. قدم قليل. قدم للأمام قليل. بيدرة سكا. نعم. أتس.
أسئلة القبر. ما هو السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك؟ يا عبد الله بن زيد أمريكا استجابة. نعم. من ربك؟ من ربك؟ ربك إن جبت راجع بتمتع. بماذا تجيب؟ ما تجيب؟ إذا لم تتعلم الآن الإجابة وتعمل بها لا يمكن أن تجيب في القبر. نعم. ربي الله. تقول ربي الله. نجت ربك يا الله جدا. ما معنى الرب؟ رب جدتم معنى سأمالي بيلت معي. التربية إما تكون تربية للظاهر أو تربية للباطن. تربية يوفي تربية ظاهرة يوفي تربية خيساتي. تربية للظاهر أن الله خلقنا ورزقنا. تربية خالق أزائر ربي يؤمن الناس. وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى في الباطن. كيسو كن يعرف ندعو بمربى القرآن وبوسه نبيين ويرجي كيسو كن ينوديسه. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى. أكنو تقرتي كيسو كن يقول يا رب كتاب بوسي نبيوتي اللي ويرجي. نعم. إذن الرب ما معنى ربي الله الذي رباني؟ يعني تربية للظاهر خلقني ورزقني، تربية للباطن أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. معنى تربية لنتوقع ربي كيسو خين يقول ديسيتي كيسو خين تربية لنقول نبي يدين ويرمولان يقولين ويرمولان. هذا معنى ربي الذي رباني ربي الذي خلقني ورزقني وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أقول من يأتي زي كتاب موسي يقولين ويرمولان معنى ساتي ربي وقولين ورب جميع العالمين بنعم. يعني لا يوجد خالق ورازق إلا الله سبحانه وتعالى. رب حن مخلوق أو جميع العالمين وديسجدت إسمه لي خنياتي سخوم أبوس خوبات خوم إنجب جدت لي كان ذاتي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق لابد أن يعبد سبحانه وتعالى. وأبو أنا ما جاتي سيدي خنو أباس ربي خوباتي قبل موسى قبل في كذا. توحيد الربوبية أقر به جميع الكفار. توحيد الربوبية كارتوني وانتو أمنين جيرانين. هذا التوحيد لا ينكر أحد. توحيد أنا أيد ما روح إنكارن جو. إلا ما حصل مثلا من فرعون من النمرود من باب التكبر، وإلا فرعون في نفسه يعلم أنه مخلوق. فرعون في النمرود إذا وعد ربه فعمله أن ربي إنكارن جو سنو بونا تكبر أبي ملئ يبي خاطر ربي جو. نعم. إذن لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لماذا؟ لأنه منفرد بالخلق والرزق. نعم. إذا كانت ربي بتعبادك يا بيسك وعبادة مالي بسم نؤومه بسم نعجزة أنا أقول عبادة ربي بتعبادك.